فجر مجهول نفسه مستهدفا معسكر رأس عباس التدريبي التابع للمنطقة الرابعة في مديرية البريق في محافظة عدن جنوب اليمن، ما أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى من العاملين في المعسكر، إذ تم التفجير داخل المعسكر التدريبي بالقرب من البوابة، فيما تشير الإحصاءات الأولية عن وقوع 14 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. هذا اللي فجر نفسه اليوم دخل من اتجاه المراقبة اللي باتجاه فوقهم غالب. من اتجاه النقطة حق فوقهم الجبلية. ايوه حق فوقهم المراقبة اللي كانت ماسكها الشرطة انسحبوا منها. وتم يجري من الجبل إلى المكان الخط اللي يمشوا به الطلبة اللي شكلوا تجنيد وتم تفجير نفسه وسطهم. كان معها لباس مدني أصلي عسكري. وفجر نفسه ما بين 25 ما بين جريح وقتيل. وندعو من كان يهمه هذا الامر يشوف هذه القضيه ايش الناتج اليها.